السلام عليكم خياتي، السلام عليكم الزينات، واش راكم؟ لاباس بخير؟ كيما راكم تشوفوا جبت لكم فيغي روشي بالطريقه تاعي، يجوا ما شاء الله يجوا هايلين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وناتي خياتي كالعاده ان شاء الله يا ربي، وتبعوني الكوزينه. سمحوا لي تقطع لي الفيديو عندك اللي كنت نفيلمي، انا ما فيلميتش. الاول درت 250 غرام تاع زبده، هاديك ديت نص بواطه تاع 500 غرام الزبده اللي كانت عندك ديريها. درت نص كاس تاع سكر غلاس ما يعادل زوج مغارف هكذا نص، وزدت لها دو دوا تاع الزيت، ربع كاس تاع الزيت هذا ما كان، وراني نخلط فيها. حبيتي تخلطيها بالباتور، حبيتي تخلطيها بيدك كيما حبيتي، حتى يتغير اللون تاعها شويه. انا حبيت نبسطها لكم، هذه هي هايليك هنايا كيما كتشوفوا خلطتها. دوك هنا نزيد نص كاس تاع النشا ما يعادل جوج مغارف. انا هكذا نخدم في غير روشي تاعي صابلي، مغرفه كبيره تاع كاكاو، عفوا محمص ملحي خشن، وزوج مغارف تاع كاكاو ما يعادل نص كاس تاع نص كاس تاع كاكاو هكذا. حبيتي بالمغرفه ديري زوج مغارف، مغرفه كبيره تاع لافاني. الخميره نخليها من بعدا، هيا خد جهد ما والو، وحاجة تحمري بها وجهك يجوك طياف، تكون عندك أي وليمة. نزيد لها واحد المغرفه كبيره تاع العطر، حبيتي ديري تاع فيري روشي، حبيتي ديري تاع قهوه، تاع نسكافيه، يتواتى معاه. دوك عطيك راح ندير العطر هذا ينباع كي راكو تعرفهم هادوما، يمدو لون ويمدو الذوق. انا هنا حندير قلت لكم مغرفه كبيره، وقلت لكم ديروا واش حبيتو، العطر اللي حبيتو، بندق، شيكولا، فيري روشي، القهوة، راح يزيد لها الضوء ويزيد لها بنة، يجي روعة. هاد لا دوس كومبلي راه يدير 10000، وبتات وقيلا زادولو قلا 12000 ولا. هنايا شوفوا اللون ها مازال ما خلطتو، شوفوا اللون اللي عطاه، عطاه ما شاء الله. وما ننساوش القرصه تاع الملح راح تزيد قوينا في البنه. هذا رش برك ندير شويه فرينه ونكمل بالاخر. بسم الله. فارينا ما عندهاش، خاطر كاين فارينا اللي تشرب كاين لا لا، دوك انا ندير بشويه ونتحصلوا على عجينه تكون طريه. والخميره تاع الحلوى نديرو هكذا على راس المغرفه هكذا، نديرو خميرة الحلوى. عفوا في الصفاية هكذا،
بغيتي تستعملي يدك استعمليها. زيدها شويه يعني بصح محتاجه شويه زيد واحد المغرفه هكا. فاش قلت لكم فارينة ما نقدرش نقول لكم شحال. ولا زعما كملاحظه نعطيها لكم الناستيس، زعما جاتكم عجينه شويه غلبتكم في الفارينه نشفت لكم، ما تزيديش البيض، زيدي عفوا زيدي السمنه الزبده، زيدي لا مارغرين. انا باش نحس القوام اللي نحوس عليه. بسم الله وما تتعجنش بلمها برك. نشوفها شويه محتاجه برك باسكو كي تزيد تريح راح تزيد تتشرب باسكو فيها الكاكاو. الكاكاو على بالنا بلي يزيد ياخد حقه يشرب. زيد لها شويه برك نحاول واحد المغرفة برك تاع ماكلة. نتمنى ان شاء الله تجربوها، وكيما نقولكم دايما دعاوي الرحمة لما ينار بها يرحمها ان شاء الله يخلي لنا صحتنا ان شاء الله. هذا مكان في كيس بلاستيكي هايك القاوم تاعها هايك ما تكونش ناشفه تكون هكا طيب. هايك كيما راكم تشوفوا انا قسمه لميت ما غسلتهم خليتها في الكونجيلاتور هايك هكذا طيب. انا راح ندير نص كميه حبيت ديريها كاع ديريها حسب لو بلان طرافاي تاعك. راح نخليها في كيس بلاستيكي بسم الله. ديريها طريه باش كي ديري فارينه ما تنشفهاش. بسم الله حلي السمك اللي حبيتيه كاين اللي يحبها خشينه كاين اللي يحبها رقيقه كيما لي صابلي. عندك حاجه كي هكذا تترفد لك راح نديرها ان غلاص الشوكولا يعني كتفي هكذا بس فيها فيها خميرة الحلوة. ما تكتريش خميرة الحلوة باسكو راهي تتنفخ لك تبغي لك حلوة الطابع. انا راح ندير هاد الشكل ديري الشكل اللي حبيتي كاري مدور كيما حبيتي. بسم الله كوبات باش تسهل لك الخدمه والسنيوه تاعك تكوني درتيها فيها بابي كويسون ولا رمديها بالفارينه. هاوليك انا عندي هاد البابي كويسون هذا مي ماشي ورق الزبده هذا اللي تغسل لافابل تسمى تقدري تستعمليه عده من مره.
ليك شحال تسهل لك الخدمه على كوبات، تجيك خدمه سهله. انا نكمل كاع العجينه تاعي ونديرها في الكوشه. الا كانت الكوشه تاعك تسخن بيه فيه ما تعليهاش، شعليها حتى كي تكملي، ولا كانت ماشي لي تسخن بيه فيه تشعليها على 180 درجه وما ياخذلكش اللون خفيف برك، باسكو الكاكاو ما حش تبان لك باللي طابت وما فيهاش كما نقولوا حنا ما فيهاش الروح. طيبي فيه لي صابلي. هادو راني نعطيكم ملاحظات. نعمرتها الساشي، أنا درتها في بابي عفوا في كيس كونجيلاسيون. دوك انا نكمل هكا ونولي لكم ان شاء الله. هاني كما راكم تشوفوا انا الكوشه راني درتها تسخن على 180 كما قلت لكم، ما ياخذش بنتي عسيهم. هاليك ما زاد لي شويه تاع العجينه تاني نكملها. هاي لي كما راكم تشوفوا لي صابلي انا كملت طيبتهم، شوفوا ما ياخذوش اللون، يجوا ما شاء الله. هاليك دوك انا هنايا واش راح ندير، انا هنا راني دوبت شيكولا تاع الشيكولا الداكنه وشيكولا تاع الحليب كيما راكم تشوفوا، انا درتها في ميكرووند. وكملاحظه تاني انا راح نزيد لها مغرفه تاع كاكاو باش هذاك الكاكاو راح يشد لي الكلاصاج تاعي، ونزيد لها 3 مغارف 4 مغارف تاع الزيت عادي. هذه هي خياتي باش يجيك، وعفوا ونزيد لها حوالي 2 مغارف تاع الكاكاو باسكو على رايحه في غير غوشي ان شاء الله. هاي كيما قلت لكم شوفوا انا درتها في ميكرووند، تحبي ديريها في حمام مائي ديريها، ما عندك حاجه تعطي دوق ما شاء الله. وما تخافيش تقولي بلي تخسر لك ولا ما حش تخسر لك. هاي دوك انا نجيب مغرفه ندير حوالي نتايا، انا درت مغرفه صغيره ونص تاع كاكاو، وكما قلت لكم ندير 3 مغارف تاع زيت عادي ونشوف الا ندير ربعه ولا ثلاثه. هذا الكاكاو كما تعرفوا في ام خدم فيه نشا ويشرب يسمى راح يحافظ لك على الشيكولا. هابلي كما راكم تشوفوا، شوفوا هذا هو الكلاصاج شوكو كاع تعرفوه، ها هو القوام تاعو. هذا الكاوكاو انتي واش راكي حابه، وهاي اللي كنيستي توفيا توفيا كيما والله. شوفوا كش تتعلق ان شاء الله نديرها لكم في الفيديو. شفتوا كش تهبط تهبط ما شاء الله، اون ديغي كابريس دوبناها والذوق تاعها ما شاء الله، وسهله ما فيها والو. ها شفتوا كش جات الله يبارك. هاولي كيما راكم تشوفوا انا هكذا نخدم بسم الله. هذه قاعد تخدموها على بالي مي المبتدئات، هكذا نديروها في الكوتي ما عندك حاجه. هذا برك باسكو الوسط راح نديرو فيها التوفيه.
دوك انا نكمل هذه العمليه ان شاء الله ونولي لكم. هاولي كما شفتوا هذه هي الطريقه اللي نخدمها، نحكم الطوفيه تاعي حتى ننزل هكذايا وندير في الوسط. صدقوني تجي هذه الوصفه ما شاء الله. هكذايا حبيتي ديريها في لابوشادو ديريها، انا نستغنى غير بالمغرفه. هكذايا انا راني لحقت لك الفكره، دوك انا نكمل ثاني ونولي لكم باش نديروا الشيكولا. هادي كيما راكم تشوفوا هانديك جو ما شاء الله، والريحه ما عندي ما نقول لكم. دوك هكذايا نغلقوا برك هكذايا ونديروا كلاصه شتانا تاع الشوكو، ما تعبزوهاش باش تقعد هكذا طالعه. برك عندكم هاد الحواف بون هكايا نسكنوها هكذا، ماشي حاجه كبيره تمسيهاش بزاف هكذايا. وكي يكون الفيد عاودي عمري هكذا بشويه كريم تاعك هكذايا باش تصحي برك شويه الاخطاء تاع لا كريم كيما تخرج. هذا مكان هذه يا خياتي، يدوك انا ندير لهم لو كلاصاج تاعي شوكو ان شاء الله ونولي لكم. هاوليك بعد ما سكمتهم بيان في الجناب تاع لا كريم وبرك كيما كتشوفوا لي صابلي تاعي، وقطعوا لي الله يبارك 32 حبه هذه هي بهذا الطابع اللي وريته لكم. ومرحله الكلاصاج كامل انا ما درتوش فريجيدار، مي دو بريفيرونس دير في كونجيلاتور يبرد لكم شويه باش تشدوا حاله كريم كريم وبرغ وشيكولا تاني تشد الكلاصاج تاعها. وهكذايا نديروا الكلاصاج تاعنا ونحطوا في كيس بلاستيكي هكذايا باش نعاودوا نريكيبيري الشيكولا تاعنا هكذايا. وتقدري ديري دو فوا الكلاصاج هكذايا. بون تعرفوا كاع يتك لو كلاصاج كيفاش نديرو هكذا. وعندكم ملاحظه تاني، نديرو مغرفه كبيره تاع كاكاو باسكو انا زدت شتها شويه خفيفه، لي مغرفه كبيره تاع كاكاو ما تخافيش ما يصرالها والو. وحوالي نلحقو حتى 5 مغارف تاع زيت هذه هي هكذايا. دوك انا نكمل الحلوه تاعي ونوريها لكم ان شاء الله كي نكمل الديكور تاعها وكاعيتيك نوريها لكم ان شاء الله في صحن التقديم. هاولي كيما راكو تشوفوا جاو ما شاء الله كيما راكو تشوفوا. دوك انا نخليهم حتى يبردوا لي بيان كيما نقولوا الشوكوت جمد بيان، ومن بعد نديروا لا ديكوراسيون حاجه خفيفه برك هذا مكان ونوريها لكم في صحن التقديم ان شاء الله. هاوليك بعد ما كملتو كيما شفتو في روشي لي صابلي تاوعي جاو ما شاء الله بلا بيض بلا والو، يجو هشاش 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 ما شاء الله. والتوفية اللي خدمتها في الدار كيما قلت لكم راني ان شاء الله باذن الرحمن راني ندير لكم الوصفه تاعها يا ربي العزيز. دوك نقسم لكم الحبه بسم الله، شتو كيفاش طري الله يبارك. هاوليك شوفوا لا فارس كيفاش هي دايره الداخل، يجي روعه يجي ما شاء الله. والذوق ما عندي ما نقول لكم فيه، مع الكريم وبزاهم اللي درناهم خلطناهم جا روعه جا ما شاء الله. هاوليك شوفوا توفيا كيفاش هي الداخل وتجي تتعلق تجي ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله يا ربي العزيز تجربوه، والله يدوم الفرح والله يدوم السعاده والفرح ان شاء الله يا ربي في كل بيت ان شاء الله يا ربي العزيز. هذه هي هان في روشي تاعي ان شاء الله تجربوهم هايلي. وان شاء الله هذه هي كي العاده ما نقولوش السلام عليكم حتى نقول لكم ان شاء الله هذه راهي صدقه على امي ما ربي يرحمها برحمه الله. وان شاء الله جميع موتانا ان شاء الله يا ربي، والله يخلي كل واحد عزيز عليه والله يحقق كل واحد وش متمني ان شاء الله، والله يدوم الفرح ان شاء الله في كل بيت.